انا عامل شخصيه رجب، العسكري رجب. عسكري رجب ده يعني شخص غلبان كده وفلاح وبطبيعته وبسجيته، وبيتعرض لموقف اختطاف عن طريق سامح. يعني هو كان في البوكس هو وصاحبه والظابط، والظابط راح يعمل حاجه، حصل موقف ان سامح خد البوكس وجري، فاحنا ركبنا معاه وبنبدا بقى من حدث لحدث لحدث لحد ما بنوصل لنهايه الفيلم احنا متواجدين معاه. يعني مبسوط ان اشتغلت معاه لانه فنان يعني شاطر قوي ومحترم وجدع، بيحب اصحابه وبيحب شغله، بيخاف على شغله جدا وبيحاول على قد ما يقدر يساعدني. وبصراحه انا مبسوط وببساطه ان اشتغلت معاه. والله هو اللي رشحني بيجا، لان بيجا انا اعرفه من الاردي بيتكلم، وعرفته طبعا من قبل كده. بيجا كان جايبني في الاردي بيتكلم، كنت عامل شخصيه كويسه جدا، ولما بدا يشتغل على الفيلم كلمني ورحت وقريت الورق على الشخصيه، كانت عجباني برده طبعا ومضيت، والحمد لله اشتغلت في الفيلم. يعني والله بص الكاست كان حلو قوي وكلنا كنا كويسين جدا مع بعض، وزي ما تقول يعني احنا كلنا حابين بعض فحبينا الشغل، ومفيش اي صعوبات واجهتنا غير ان احنا كنا بنبقى متضايقين واحنا ماشيين ان احنا هنمشي، بس كنا بنرجع تاني يوم على طول.